بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، معاكم مستر محمد إسماعيل، أهلا بيكم وإن شاء الله تكونوا جميعا بخير. يلا بينا النهاردة نكمل مع بعض الدرس الأول من الوحدة الأولى بعنوان محاولات تصنيف العناصر. إحنا في الفيديو الأول والفيديو الثاني أو الجزء الأول والجزء الثاني اتكلمنا عن محاولات تصنيف العناصر، وخدنا 3 محاولات اللي هو جدول مندليف وجدول الدوري لموزلي والجدول الدوري الحديث، وعرفنا معلومات مهمة جدا في ال3 محاولات. أرجو إنكم جميعا يعني تكونوا ذاكرتوا الحاجات ديت كويس. أنا دلوقتي هنعمل مع بعض إن شاء الله مراجعة بسيطة كده عن اللي إحنا قلناه في الفيديوهات السابقة، بس من فضلكم اللي مشتركش في القناة يشترك، يعمل سبسكرايب، وإذا حبينا الفيديو ممكن نعمله لايك ونعمله شير في نهاية الفيديو إن شاء الله. يلا بينا نشوف بعض الأسئلة البسيطة عن المنهج أو عن الجزء اللي إحنا شرحناه مع بعض. نشوف كده السؤال الأول بيقول لي: أكمل، يتكون الجدول الدوري الحديث من دورة أفقية ونقط مجموعة رأسية. يبقى الجدول الدوري الحديث اللي إحنا شرحناه مع بعض بيتكون من كم مجموعة رأسية وكم دورة أفقية؟ نكمل مع بعض تاني. يتكون الجدول الدوري الحديث من، يلا، أيوة، 7 دورات أفقية ونقط مجموعة رأسية. أيوة بالظبط كده، 18 مجموعة رأسية. السؤال التاني: تحتوي الفئة S من الجدول الدوري الحديث على مجموعتين، هي إيه الفئة S ديت؟ كان فيها مجموعتين، إيه هما مجموعات الفئة S؟ طبعا اللي فاكر يقول واللي ذاكر قول لي 1A and 2A. بينما تحتوي الفئة B على كم مجموعة؟ طبعا على طول اللي ذاكر يقول لي الفئة B فيها كم مجموعة؟ أيوة فيها 6 مجموعات. وتقع فين؟ في اليسار ولا في اليمين؟ طبعا عناصر الفئة B بتقع في يمين الجدول الدوري. طيب السؤال الثالث بيقول لي إيه؟ عناصر الفئة نقط تقع في منتصف الجدول، من الفئة اللي بتقع في منتصف الجدول الدوري الحديث؟ طبعا على طول هتقول لي ها الفئة دي، وتسمى ب اسمها، لكن لها اسم خاص بيها كده سميناها ايه؟ ها العناصر الايه؟ العناصر الانتقالية. ويبدأ ظهورها من بداية الدورة رقم، ايوه يبدأ ظهورها من بداية الدورة رقم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. طبعا بيبدأ ظهورها من اول الدورة رقم 4. طبعا بيبدأ ظهورها من اول الدورة رقم 4 أو الدورة الرابعة. أسئلة بسيطة خالص بتفكرنا باللي إحنا أخدناه في الفيديو السابق. طيب سؤال كمان بيقول لي: علل، يتكون الجدول الدوري الحديث من 7 دورات أفقية. ليه الجدول الدوري كان 7 دورات بس؟ ما كانش 8 دورات أو 9 دورات أو 10 دورات؟ أقول له لأن في عندي 7 مستويات لإيه؟ للطاقة، حيث تبدأ كل دورة بملء مستوى طاقة إيه؟ جديد. محدش ينسى الكلام ده. يبقى عندي 7 دورات لان عندي 7 مستويات للطاقه، او 7 مستويات رئيسيه للطاقه، حيث تبدا كل دوره بملء مستوى طاقه جديد. كده انا فكرتكم، يلا بينا على طول نبدا دلوقتي الفيديو بتاعنا والجزء الثالث والاخير من الدرس ده. احنا المعلومه الرئيسيه اللي عايزين نتكلم عليها النهارده هو كيفيه تحديد موقع عناصر المجموعات ايه في الجدول الدوري. لو عندي اي عنصر في الجدول الدوري بيقع في المجموعات اللي بتاخد الرمز A، اللي هي 1A و2A و3A و4A و5A. لو عندي اي عنصر من هذه العناصر ازاي احدد مكانه؟ واحد يقول لي: يا مستر يعني ايه احدد مكان العنصر؟ يعني اجيب رقم المجموعة بتاعته واجيب رقم الدورة. انا عندي 18 مجموعة رأسية وعندي 7 دورات افقية، فامتى اقدر احدد مكان العنصر في الجدول الدوري؟ ذات العناصر التي تقع في المجموعات A. طبعا عشان احدد مكان العنصر لازم اجيب رقم الدورة بتاعته ورقم المجموعة، وبالتالي ممكن احدد مكانه. فمثلا لو جينا نرجع للجدول الدوري بتاعنا، الجدول الدوري الحديث بتاعنا، ونشوف شكله تاني كده. ادي الجدول الدوري الحديث اللي احنا درسناه المرة اللي فاتت. انا عندي طبعا 18 مجموعة رأسية 1A 2A
3A 4A وهكذا، ومجموعات وسط الجدول اللي تاخد B، كل دي 18 مجموعة، وعندي 7 دورات أفقية. طيب يعني لو حددت مكان المجموعة، رقم المجموعة، وحددت مكان الدورة، ممكن أحدد مكان العنصر بسهولة جدا. خلاص، بالذات أنا بتكلم، ركزوا، على المجموعات اللي بتاخد الحرف A، ماليش دعوة بالمجموعات اللي بتاخد الحرف B. فمثلا المجموعات بتاخد حرف A زي إيه؟ 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A، والمجموعة الصفرية أو المجموعة 18، هي ديت اللي أنا هقدر أتكلم فيها وأحدد مكان عناصرها بدقة. علشان نحدد مكان العنصر زي ما قلت، أول خطوة نعملها نكتب التوزيع الإلكتروني للعنصر، بعمل التوزيع الإلكتروني بتاعه. رقم 2، بنحدد عدد مستويات الطاقة، وعدد مستويات الطاقة ده هو يدل على رقم الدورة. بحدد عدد مستويات، كم مستوى طاقة أنا وزعت فيه الإلكترونات. عدد مستويات الطاقة اللي أنا وزعت فيها الإلكترونات بيدل على رقم الدورة، يبقى رقم الدورة يساوي عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات في ذرة العنصر. طيب بعد ما حددت عدد مستوى الطاقة، أبص فين؟ نحدد عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، بشوف آخر مستوى وزعت فيه أو مستوى الطاقة الخارجي فيه كم إلكترون، هو ده بسميه رقم المجموعة. يبقى عدد الإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي هو رقم الإيه؟ المجموعة. هنقول تاني، يبقى أنا بوزع الإلكترونات، بشوف عندي كم مستوى طاقة، عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات هو ده بسميه رقم الدورة. على طول ببص على مستوى الطاقة الخارجي واشوف مستوى الطاقة الخارجي فيه كم الكترون، عدد الالكترونات مستوى الطاقة الخارجي بسميه رقم المجموعة. هنفهم اكتر لما نشوف امثلة دلوقتي حالا. نبص كده المثال ده، لو عندي عنصر الصوديوم اللي هو رمزه Na والعدد الذري 11، نوزع الصوديوم كده زي ما احنا عارفين، المستوى الاول بيتملى ب2 الكترون اللي هو K، المستوى L بيتملى ب8 الكترون او بتشبع ب8 الكترون، اكتب فيه 8 الكترون اهوت، وبعدين 2 و8 10، يتبقى من ال 11 كام؟ 1 الكترون، احطه في المستوى الخارجي او المستوى الاخير اللي هو M. طيب نبص كده، عندي كام مستوى طاقه مشغول بالالكترونات؟ عندي 3، K L و M. يبقى اقول وانا مغمض على طول، اقول الدوره رقم 3 او الدوره 3. اوكي؟ طيب بعد ما حددت رقم الدورة لازم احدد رقم المجموعة، اروح على مستوى الطاقة الخارجي اللي هو ام ده هو اللي هو اخر مستوى وزعت فيه، في كم الكترون؟ في 1 الكترون. يبقى على طول وانا مغمض كده على طول رقم المجموعة، اقول المجموعة 1A، المجموعة 1A. على طول اقول ان الصوديوم بيقع في الدورة رقم 3 في المجموعة رقم 1A، الدورة رقم 3 ليه؟ لأن عندي 3 مستويات طاقة مشغولة بالإلكترونات، والمجموعة 1A ليه؟ لأنه مستوى الطاقة الأخير للصوديوم فيه 1 إلكترون فقط. طب تعالوا نشوفوا كده على الجدول الدوري، نشوف كده الجدول الدوري الحديث الرسمة بتاعته، ونشوف يعني هل فعلا الصوديوم بيقع في الدورة الثالثة والمجموعة 1A ولا لأ؟ كده الجدول الدوري، فعلا أدي الصوديوم أهوت Na، أدي الدورة الثالثة والمجموعة 1A. يبقى انا كده حددت مكان الصوديوم فعلا في الدوره الثالثه والمجموعه 1A. نشوف مثال ثاني كده هنوزعه. المستوى الاول K بيتملى ب2 الكترون، احط فيه 2 الكترون. المستوى الثاني L بيتملى ب8 الكترون، احط فيه 8 الكترون. نحسب كده 2 و8 10، من 17 يتبقى 7 احطهم في المستوى M. يبقى إذا كم مستوى مشغول بالإلكترونات؟ 3. أكتب هنا على طول أقول الدورة رقم 3. يبقى إذا الكلور ده هوت بيقع في الدورة رقم 3، ليه؟ لأنه عنده 3 مستويات طاقة مشغولة بالإلكترونات. طيب بعد كده نبص على مستوى الطاقة الخارجي ده هوت اللي هو M، في كم إلكترون؟ في 7. يبقى إذا على طول وأنا مغمض أقول الكلور ده هوت بيقع في المجموعة 7A أو المجموعة السابعة على طول. لو جينا نشوف كده هل فعلا هو بيقع في الدورة الثالثة أو المجموعة السابعة من خلال رسمة الجدول الدوري الحديث، نشوف كده الجدول الدوري الحديث، نمشي مع الدورة الثالثة أهو، نمشي معاها أهو أهو، أدي الدورة الثالثة وصلنا الكلور، ودي المجموعة
7 اي او 7 اي اهوت، يبقى فعلا الكلور بيقع في الدوره الثالثه اهوت والمجموعه 7 اي، يبقى احنا كده حددنا مكانه بالظبط. المثال عند عنصر الكالسيوم سي اي 20 او سي اي 20، نوزع كده مستوى كي بيتملى ب 2 الكترون احط فيه 2 الكترون، مستوى ال بيتملى ب 8 الكترون احط فيه 8 الكترون، مستوى ام بيتملى ب 18 بس ما اقدرش احط فيه 18 احط فيه 8 بس اهوت، ويتبقى من ال 20 2 احطهم في المستوى ايه؟ المستوى ان. يبقى كده توزيعه 2 8 8 2. كم مستوى طاقه مشغول بالالكترونات؟ 4 مستويات. خلاص وانا مغمض خلاص حفظنا، يبقى اذا اقول الدوره الرابعه. طيب مستوى الطاقه الخارجي اللي هو ان في كم الكترون؟ في 2، يبقى على طول بيقع في المجموعه، يبقى بيقع في المجموعه 2a زي ما احنا شايفين قدامنا. ده بالنسبه لمكان الكالسيوم. طب نروح كده الدوره الرابعه المجموعه 2a كده ونشوف هل هو فعلا بيقع في الدوره الرابعه والمجموعه 2a في الجدول الدوري. ادي الجدول الدوري، نشوف الدوره الرابعه، فين الدوره الرابعه؟ ادي الدوره الرابعه وادي المجموعه 2a اهيت، اهي مجموعه 2a، نمشي كده معاهم ونعمل تقاطع مع الاثنين، فعلا الكالسيوم بيقع في الدوره الرابعه والمجموعه 2a زي ما احنا شايفين. يبقى كده حددنا مكانه بدقه. نشوف كمان مثال عنصر الارجون اللي هو الاي ار العدد الذري 18، نوزع طبعا المستوى كي بيتملى ب 2 احط فيه 2 الكترون، مستوى ال بيتملى ب 8 احط فيه 8 الكترون، يتبقى 2 و 8 10، يتبقى كم ال 18 8 احطهم في المستوى ام، يبقى التوزيع الالكتروني 2 8 8. يبقى عندي ثلاث مستويات مشغوله بالالكترونات، اقول الدوره رقم 3. طيب نبص على مستوى الطاقه الاخير فيه 8 الكترون، وقلنا اما يكون عندي 8 الكترون في مستوى الطاقه الاخير يبقى المستوى ده مشبع بالالكترونات، مليان بالالكترونات، يبقى على طول بدل مشبع بالالكترونات يبقى ده غاز خامل على طول، يبقى انا اروح على طول اقول المجموعه 0 او المجموعه 18. المجموعه ايه؟ 0 او المجموعه 18. يبقى العنصر دهوت بيقع في الدوره الثالثه والمجموعه الصفريه او المجموعه 18 اللي هو عنصر الارجون او غاز الارجون الخامل. تعالوا نشوفه كده في رسمه الجدول ونحدد مكانه، هل هو فعلا بيقع في الدوره الثالثه والمجموعه الصفريه؟ شوف كده الارجون اهوت، فعلا ادي المجموعه الصفريه او المجموعه 0 وادي الدوره الثالثه بتاعتي اهو، نمشي معاها لحد المجموعه تتقاطع مع الدوره، هو ده مكانه فعلا الدوره الثالثه والمجموعه 0 او الغازات او مجموعه الغازات الخامله او المجموعه الصفريه. يبقى انا كده حددت مكانه بدقه في الجدول الدوري. يبقى هرجع تاني واقول ان عشان احدد مكان اي عنصر في الجدول لازم احدد رقم الدوره ورقم المجموعه، وبالتالي ممكن احدد مكانه بسهوله. تعالوا نشوف حاجه جديده، هل انا لو قدرت احدد مكان العنصر ممكن من خلال مكانه اعرف عدده الذري؟ يعني عكس المره الاولانيه، المره الاولانيه كنت انا بجيب لك العدد الذري وانت بتقدر تحدد مكان العنصر من خلال معرفه رقم الدوره ورقم المجموعه. المره دي بقى انا هجيب لك رقم المجموعه ورقم الدوره واقول لك هات لي العدد الذري للعنصر دهوت ازاي. فمثلا عندي بيقول لي عنصر يقع في الدورة الثانية والمجموعة 3A، احسب عدد الذري. الدورة الثانية والمجموعة 3A، عايزين نحسب العدد الذري. الدورة الثانية افتكروا كده، الدورة الثانية يبقى كان يبقى أنا عندي كم مستوى طاقة ممكن أوزع فيهم الإلكترونات؟ عند مستويين أهو، المستوى K والمستوى L. طيب العدد المجموعة 3A، 3A يعني ايه؟ يعني ايه يعني عنصر يقع في المجموعة 3A؟ يعني عنده 3 الكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، فهاجي عند المستوى الطاقة الخارجي اللي هو المستوى L دهون واحط 3 اهو، هحط ايه؟ 3. حطيت 3 ليه؟ لأنه في المجموعة 3A، يبقى عنده 3 الكترونات في مستوى الطاقة الخارجي. طيب المستوى K أم لا؟ أصلا K بيتملى ب 2 أحط فيه 2، يبقى العدد الذري للعنصر دهوت، العدد الذري للعنصر ده هيساوي كام؟ هيساوي 5. يبقى العدد الذري للعنصر دهوت هيساوي اهو، اقول يساوي 5 زي ما احنا عارفين. بس انتهت القصه. يبقى انا كده جبت العدد الذري بمعلوميه مكان العنصر اللي هو رقم الدوره ورقم المجموعه. طيب نشوف مثال كمان، عنصر يقع في الدوره الثالثه والمجموعه 2a، احسب عدده الذري. الدوره الثالثه يعني عنده 3 مستويات طاقه K L ام، يبقى انا عندي 3 مستويات طاقه لان عندي في الدوره الثالثه. طيب المجموعه 2A يعني ايه 2A؟ يعني المستوى الخارجي ام دهوت
هيحتوي على 2 الكترون، احط فيه 2 الكترون وابدا املا المستوى الاول كي اصلا بيتملى ب2، والمستوى الثاني ال بيتملى بكام؟ المستوى الثاني ام بيتملى ب8، يبقى انا كده وزعت الكتروناتي. اجمع كده الالكترونات ديت 2 و8 10 و2 12، يبقى العدد الذري للعنصر دهوت هيساوي كام؟ هيساوي 12. خلاص، يبقى كلام سهل خالص وبسيط. يبقى انا كده قدرت اجيب العدد الذري بمعلوميه مكان العنصر اللي هو رقم الدوره ورقم المجموعه. الجدول اللي قدامي دهوت بيوضح لي امثله كتير على الموضوع دهوت، ازاي اجيب العدد الذري للعنصر اذا كنت عارف مكانه. فمثلا عنصر A يقع في الدوره الاولى والمجموعه 1A، عنصر A الدوره الاولى يعني عند مستوى طاقه 1 كي، المجموعه 1A يعني عند 1 الكترون في مستوى الطاقه الخارجي، فيبقى العدد الذري 1. طب عنصر G يقع في الدوره الاولى والمجموعه 0، الدوره الاولى يعني عند مستوى طاقه 1 كي والمجموعه 0 وكي اصلا بيتملى ب2، يبقى العدد الذري 2. عنصر X يقع في الدوره الثانيه والمجموعه 7A، الدورة الثانية يعني عندي مستويين طاقة K و L، والمجموعة 7A يعني عندي 7 إلكترون في المستوى الطاقة الخارجي. أجمع كده 2 و7 يبقى 9، العدد الذري 9، وهكذا. طيب نشوف المثال اللي قدامي دوت بيقول لي إيه. مثال السؤال ده مهم وموجود، طبعا السؤال ده مهم جدا وموجود زيه في أسئلة كتاب المدرسة. بيقول لي في الشكل المقابل حدد العدد الذري للعنصر الذي يسبقه في الدورة، والعدد الذري للعنصر الذي يسبقه في المجموعة، والعنصر الذي يليه في الدورة، والعنصر الذي يليه في المجموعة. أنا عندي عنصر متوزع هو زي ما احنا شايفين في الرسم اللي قدامي، 2 8 2، يبقى العدد الذري للعنصر ده على طول كام؟ 12، اللي هو الرسمة اللي قدامي. طب أنا عايز العدد الذري للعنصر الذي يسبقه في نفس الدورة. ما دام بيسبقه في نفس الدورة يبقى هيقل عنه بمقدار واحد، لأن احنا اتفقنا إن في الجدول الدوري الحديث كل عنصر بيزيد عدد الذري على العنصر السابق له بمقدار واحد، فده عدد الذري 12. يبقى العنصر اللي قبله كام؟ يبقى العدد الذري للعنصر اللي قبله 11 زي ما احنا شايفين. طب عايزين العدد الذري للعنصر الذي يسبقه في او الذي يليه في نفس الدوره، ده العدد الذري 12. يبقى العنصر اللي بعد على طول في نفس الدوره كام؟ هيبقى 13 لاني بزود واحد. طيب عايزين العدد الذري للعنصر الذي يسبقه في نفس المجموعه، يعني فوقه، فوقه في المجموعه الرأسيه، قبل منه فوق في المجموعه الرأسيه، العدد الذري للعنصر ده كام؟ 12، نقص 8 كده من 12 هنقص مستوى طاقه، لان انا كل دوره بزود مستوى طاقه، فهنا هنقص مستوى طاقه ب 8 الكترون، يبقى 12 ناقص 8، يبقى العنصر اللي قبله في نفس المجموعه هيبقى العدد الذري كام؟ 4. طب ايه العدد الذري للعنصر الذي يليه في نفس المجموعه، يعني بعده تحت منه، مش قبله لا، تحت منه في نفس المجموعه، هزود مستوى طاقه جديد ب8، يبقى 12 زائد 8، يبقى العنصر اللي بعده في نفس المجموعه هيبقى 20، وهكذا. يبقى ده سؤال مهم، خلي بالكم عايزين كويس ونعرفه، لان السؤال بيعتمد انك تفكر وتحسب كويس وتبقى فاهم. بيزيد عن العنصر السابق له في نفس الدوره بمقدار واحد. طب في نفس المجموعه اذا كنت هحسب العدد الذري للعنصر الذي يسبقه في نفس المجموعه هنقص 8، واذا كنت هحسب العدد الذري للعنصر الذي يليه في نفس المجموعه يبقى هزود 8، وهكذا. نيجي بقى لسؤالين مهمين جدا خلي بالكم منهم وبييجوا في الامتحانات دايما. بيقول لي ايه؟ السؤال رقم 1 بيقول لي عناصر المجموعه الواحده متشابهه في الخواص الكيميائي. يعني مثلا لما اشوف المجموعه 1A هلاقي كل عناصر المجموعه 1A دهيت في الذات قوية جدا جدا ومتشابهة في خواصها الكيميائية جدا جدا. ليه؟ لأنها تحتوي على نفس عدد الكترونات مستوى الطاقة الايه؟ الخارجي، يعني لها نفس التكافؤ، هلاقي كلها تحتوي على 1 الكترون في مستوى الطاقة الخارجي، عشان كده متشابهة في الخواص. لو جينا لما نشوف الغازات الخاملة هلاقي الغازات الخاملة كلها برضو لها، أو المجموعة الصفرية لها خواص متشابهة غير نشطة كيميائيا. طب ليه؟ لانها برضو مستوى الطاقه الخارجي مليان او مشبع بالالكترونات. لو جيت لما اشوف المجموعه 7A ده، هي هلاقي كلها لا فلزات قويه، لا فلزات قويه جدا. طب ليه؟ لان لو وزعت اي واحد فيهم هلاقي عنده 7 الكترون في مستوى الطاقه الخارجي، وبالتالي هم متشابهين في عدد الكترونات مستوى الطاقه الخارجي، يبقى لهم نفس الخواص الايه؟ الكيميائيه. لما اسالك علل عناصر المجموعه الواحده
متشابهة في الخواص الكيميائية؟ تقول لأنها تحتوي على نفس عدد الإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي أو لها نفس التكامل. طيب ما أقول لك علل برضو، عناصر الدورة الواحدة مختلفة في خواصها الكيميائية. ليه؟ لأنها تختلف في عدد الإلكترونات مستوى الطاقة الإيه؟ الخارجي، لأنها تختلف في عدد إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي. فلما نشوف كده الجدول الدوري ونشوف الدورات هل فيها فعلا تحتوي على عناصر مختلفة؟ نشوف كده. فمثلا الدورة الأولى ديت هلاقي الهيدروجين والهيليوم وهما غازين مختلفين في الخواص تماما. ليه؟ لاختلاف عدد الإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي. لما أشوف الدورة الثانية دي هلاقي الليثيوم والبريليوم والبرون، كل دي عناصر مختلفة عن بعضها في الخواص الكيميائي. ليه؟ بسبب اختلاف إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي. هما صحيح متشابهين في عدد مستويات الطاقة الموجودة في كل واحد فيهم، يعني الدورة الثانية ديت أي عنصر فيهم هلاقي فيه عندي مستويين طاقة بس، ولكنهم مختلفين في عدد الإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي، وبالتالي هما مختلفين في الخواص الكيميائي. يبقى خلي بالكم من السؤالين دولت، لأن من الأسئلة المهمة اللي دايما بتيجي في الامتحان. أنا هسيب معاكم بعض الأسئلة هي على الشاشة، تحاولوا تحلوها بنفسكم، وهراجعها معاكم تاني المرة أو في الفيديو القادم إن شاء الله كمراجعة عن الدرس الأول، لأن إحنا كده تقريبا أو انتهينا بالفعل من يعني شرح الدرس الأول. أرجو إني ما أكونش طولت عليكم، وأرجو كمان إنكم تكونوا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تكونوا فهمتوا مني حاجة النهاردة. ولو في عندكم أي استفسار أو أي أسئلة ممكن تكتبوها لي في الكومنتس وأنا هرد عليها وأجاوبها بإذن الله. بوصيكم بالمذاكرة، يعني لازم تذاكر الحاجات دي أول بأول علشان تقدر تستفيد منها كويس، زي ما بيقولوا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. قبل ما أختم يعني من فضلكم اللي مشتركش في القناة يشترك ونعمل لايك وشير للفيديو. في النهاية بشكركم، وإلى أن نلتقي في فيديوهات أخرى جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.